مجلس النواب في ظل رئيس مؤقت هضمن أن السلطة التنفيذية لن تتدخل في هذه الانتخابات. أما إذا أجريت انتخابات في ظل رئيس دائم، هذا الرئيس قد يكون له حزب أو هناك مجموعة ملتفة حوله، وبالتالي لا أضمن أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في انتخابات مجلس النواب. ودي مسألة بالغة الأهمية في مصر، وإحنا شفنا إزاي يعني رأس الدولة بيلعب دور. أنا في اعتقادي أنه أحد العوامل اللي دفعت يعني قوة عديدة لأنها المواطن العادي عينه على الاستقرار.